الإسراع بوضع الخطط الملائمة والشروع بتحرير قضاء الفلوجة تراه الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار أمراً غاية في الضرورة لفك أسر العوائل المحتجزة داخل القضاء. طالبنا القائد العام للقوات المسلحة وطالبنا التحالف الدولي بضرورة البدء بعملية تحرير مدينة الفلوجة بعد مدينة الرمادي مباشرة من أجل فك الحصار عن هذه العوائل وتحرير مدينة الفلوجة. اليوم الأطفال يموتون بسبب نقص مادة الحليب، نقص المواد الأمراض المزمنة، كل هذه مسؤولية أمام الله علينا. اليوم الطرق البدائية في مدينة الفلوجة التي يقتاتون عليها طرق بدائية صعبة بسبب نفاذ المواد الغذائية ونفاذ المواد الطبية. المجلس المحلي في الفلوجة انتقد الحكومة الاتحادية لتقصيرها في تسليح أبناء المدينة رغم تدريبهم لأشهر عدة، محذرا من وقوع كارثة إنسانية في القضاء نتيجة الحصار الذي يفرضه تنظيم داعش على أكثر من 10,000 عائلة. أكثر من 10,000 عائلة لا زالوا موجودين داخل مدينة الفلوجة يعانون ما يعانون من المرض، هم أسرى الآن في يد الدواعش. الدواعش يستخدمونهم مستقبلا كدروع بشرية كما استخدموا أهالي الرمادي في الرمادي. نطالب منذ سنة بتطويع أهالي الفلوجة لكي يقوموا أهل الفلوجة بتحرير مدينتهم، ويبدو أن مطالبتنا هواء في شبك. لم يتم تسليح أهالي الفلوجة الذين تطوعوا وبقوا أشهر في ساحات التدريب في العامرية وتم تفريقهم كلهم إلى أحد. تحرير الرمادي وبعض المناطق المحاذية لها جعل الخناق يزداد على الفلوجة التي باتت محاصرة من قبل القوات الأمنية وأبناء العشائر، لكن صعوبة اقتحامها تكمن في سيطرة داعش على المدنيين الذين اتخذوهم دروعا بشرية. من بغداد، منير الجبوري، المدى.